السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا التوتوريال الجديد بلغة الفيجوال بيزيك دوت نت. في هذه الحلقة راح نتناول كيفاش نستخرج رقم الإصدار، يعني الفيرسيون ولا ريفيزيون تاع دايركت اكس الموجود عند لو كليو، على عند المستعمل، عند المستعمل يعني الاند يوزر. هاني فتحت انا قدامكم هذا الباجا هذه تاع دايركت اكس اس دي كا جوان 2010، فيها لا فونكسيون دايركت اكس سيت اب جيت فيرجن. هذه لا فونكسيون، هذه لا فونكسيون تسمح باستخراج نيميرو دو فيرسيون و نيميرو دو ريفيزيون تاع دايركت اكس، يعني اللي راه مصطالي في الميكرو تاع الشرح تاع لا فونكسيون هو كالتالي: The use of this function is not recommended because it only returns a version of for the core components. هنا يحب يقول الاستعمال تاع هذا الدالة من أفضل تجنبه، لأنه يرجعنا فقط لا فيرسيون تاع لي كومبوزون برينسيبو تاع دايركت اكس. تاع لي كومبوزون برينسيبو هما شكون؟ دايركت ساوند، دايركت 3D، دايركت انبوت، دايركت بلاي، وهكذا. ولكن يلغي لي زوتر كومبوزو اوبسيونو ولا اوبسيونال، يعني سايد باي سايد كومبوننت. مثال دايركت اكس 3D 9، دايركت اكس 3D 10، الاكس اوديو، الاكس انبوت تاع 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 بهن الاكس انبوت باه نجيبو منو لي زانفورماسيون تاع الجويستيك تاع تاع الاكس بوكس، وهكذا. اذا لا فيرسيون، عفوا لا فونكسيون تدي ريتيرن فاليو على شكل انتجر، تدي كوم بارامتر دو بوينتور، الاول اسمه لا فيرسيون والثاني اسمه لا ريفيزيون. هنا بما انه بوينتر تاع دي وورد، هنا راح يكون في الفيجوال بيزيك راح يكون باي ريف، يعني باي ريفيرونس تاع ان نونتي تاع النونتي نونسيلي. بالنسبة لا ريفيزيو كذلك. اذا البارامتر فيرشن بوينتر تو ذا ادريس اوف ا فاريابل تو ريسيف ذا فيرشن نمبر. This parameter can be null if the version number is not wanted. إذا البارامتر هذا يمكن أن يكون معدوم إذا ما حوسناش نجيبو القيمة تاع لا فيرسيون. كذلك بالنسبة للبارامتر ريفيزيون، الريتيرن فاليو هو على شكل انتجر. إلا لا فونكسيون نجحت ترجع لنا عدد لا يساوي الصفر، إذا فشلت لا فونكسيون في العمل في الوظيفة تاعها ترجع لنا صفر. ملاحظات: ملاحظات لا فونكسيون دايركت اكس سيت اب جيت فيرجن ممكن ان تستعمل لايجاد الاصدار والاصدار تاع دايركت اكس قبل او بعد منادات للا فونكسيون دايركت اكس سيت اب. اذا لا فالور تاع دايركت اكس 5 هو هذا لا فالور اكزاديسيمال، ونكزاديسيمال 40005، دايركت اكس 6 هي 40006، وهكذا. دايركت اكس 9 لو بلي كوما لو بلي ريبوندو هو الاكزاديسيمال 40009، ونكزاديسيمال
هذا الدالة تاع دايرة اكس سيت اب جيت فيرجن ما تعطيناش قيمة أقل من 40005 ونكزا ديسيمال من أجل البارامتر فيرجن. الوظيفة تاع البارامتر ريفيجن هو التفريق بين القيم تاع لا فيرسيون. مثلا دايرة اكس 8 لي ريليز تاع دايركت لي ريليزز كاع تاع دايركت اكس 8 لها نفس لا فيرسيون ولكن تختلف في ريفيزيون. مثلا هنايا نشوفوا باللي دايركت اكس 8 لها كاع نفس لا فيرسيون اللي هي 40008 اونيكزاديسيمال، لكن تختلف نفرقوا بينتها في الرقم تاع لا ريفيزيون. هذو هما الارقام تاع لا ريفيزيون اللي يختلفوا فيها. ذلك بالنسبه للدايره اكس 9 لها نفس لا فيرسيون ولكن نفرقوا بينتها بالعدد تاع لا ريفيزيون. روحوا نشوفوا مع بعض l'implémentation ou la enfin le prototype ta la fonction هذه on visual basic dot net. هذا هو مع بعض اسم la fonction هذه هذه direct x setup get version. نقدر نجيبوها ثاني من dll d setup dll d setup موجود في الدوسي redist تاع دائرة اكس اس دي كار. هذا ال ديبندنسي وركر يجيب لي لي فونكسيون اكستير لي فونكسيون اكسبورتي بار سو دي ال ار. هذا اللوجيسيال الصغير هذا كاين بزاف دوتر لوجيسيال دوتر ابليكاسيون اللي يجيبوا لي exported functions من بينها dependency worker مجاني. هو يستعملوا مجاني. نروحوا للسيت ويب اوفيسيال تاع dependency worker نلقاو هذا نقدروا تيليشارجيو لا فيرسيو ك 64 ولا 86 عفوا. ها هي لا فونكسيون. ها هما هنا لي فونكسيون من بينتها دايركت اكس سيت اب جيت فيرجن لا فونكسيون تاعنا اللي رانا نحوسوا عليه. اذا حنا نعيطوا لا فونكسيون هذه باستعمال لو مو كلي ديكلار الموجوده في دي ال ال دي سيت اب. قلنا باللي الفيشي دي ال ال دي سيت اب موجود في لو دوسي ريديست تاع دايرة اكس اس دي كا ونضطو لو بارامتر فيرجن وريفيزيون لازم تكون باي الريف لانه هنايا بوينتر راني نتعامل مع البوينتر. اذا هنا بين قوسين بالدرجه حنا نحبوا نقولوا بلي انه لا ريفيزيون عفوا راح ترجع لنا القيمه نتاع لا فونكسيون هذه لا فونكسيون تاعنا راح ترجع لنا قيمه لا فيرسيون لا ريفيزيون باعطائها دي فاريابل. والريتورن فاليو يكون على شكل انتجر. قلنا الريتورن فاليو اذا كان نو زيرو معناتها سكسيس، اذا كان زيرو معناتها فيليور معناتها الرسوب. ندير هنايا في ميساج بوكس باش نشوف لا فيرسيو لا ريفيزيو والريتورن فاليو تاع دايركت اكس سيت اب جيت فيرجن وندير اف 5. اذا نكليكي على البوطون المناسب تخرج لي هنا معلومات. تخرج رقم واحد هي فالور دو ريتورن فاليو تاع لا فونكسيون تاعنا، معناتها هنا كاين نجاح في العمليه. الواحد هنايا ما عطاتنيش صفر، ما عطاتنيش فاليور، هنا عطاتني سكسيس. اذا لا فونكسيون هنا خدمتها صحيح بشكل صحيح. عطاتني هنايا لا فيرسيون هي 262153 اون ديسيمال نكونفرتيوها اون نيكزا ديسيمال
262153 والميزو ديسيمال تعطيني 40009. اذا لا فيرسيون تعطيني هنايا بالاله الحاسبه، عفوا بالاله الحاسبه تعطيني هنايا 40009. 40009 نروحو نشوفو هنايا في الاس دي كا، 40009 تناسب هذا القيمة، تناسب دائرة اكس 9 هكا صح. تعطيني كذلك 904 بالنسبة لا ريفيزيون، قلنا حنايا دائرة اكس 9 ما نقدرش نفرق بين المكونات المختلفة تاعها، يعني ا و بي و سي نفرق بينتها بلا ريفيزيون. لا ريفيزيون هنايا تعطيني 904 اون ديسيمال، نحولها اون اكزا ديسيمال بالاله الحاسبه تعطيني اون اكزا ديسيمال تعطيني 388. نروح نشوف هنايا في الطابلو تاع لي ريفيزيون تاع دايرة اكس 9 تعطيني هذا القيمه اللي تناسب دايرة اكس 9 سي والدايرة اكس 10. اذا في الميكرو هذا اللي راني نشغل فيه الفيديو هذا اللي راكم تشوفوا فيه، راه مصطاليه فيه الدائرة اكس 9 سي والدائرة اكس 10. في الاخير نقول لكم كاش سؤال ولا اطرحوه.